وليدي الحنان. اسكت اسكت. سمعوا ها؟ واش صافا لاباس؟ انا عيطت لك ورفدي لي خاطرني وحدي بلاصه لازمكش الحيس معنا. ما كانش كاش لي يسمع له صح؟ كاش اللي راح يسمع لك راك في بلاصه الاز ما سمعتوش ليها. راني في بلاصه الاز هو في الجنه وانا راني محروقه. هي اخر الكلمات التي وجهها ريان المغدور لامه، كلمات قالها ريان وكانه يعلم برحيله القريب عن الحياه. واي رحيل، رحيل بطريقه بشعه خطتها اسنان المنشار على رقبته. دخلوا من برا قيدو جابوا ضربوا باللهنه طاحوا لهم صارنو بس كي جيفوا بدا يخرجوا الدم في مود بعد ذبحوا منا اللهنه بعد ضربوا بشاقه ولا على راس. جا دخلوا من الدار قالوا مرتي دارت الكسرة ادخل تسقهوة هكدايا مع ولادي. هو دخلوا للدار قال الكسرة اللي صرا زاد ما شبعش بالموس قال بالشاقورة قالها المرتو روحي جيبي لي شاقورة. ومن بعدك جابها خويا داك الصغير ما كاش ودوكاتيك هو اللي قال باللي قال له قلت لك باللي تموت على يديا تموت على يديا. شفتوا الدم وليدي كيفاش راهو؟ شفتوا الدم وليدي كيفاش راهو مخرخر؟ هذا ماشي مهبول. سيد يقضي يشري لولاده يشيلهم غير الماركة. وليدي الصغير كي شافوا يذبحوا قال لنا ماما ما نزيدش نحبط لهاد الدار قال لي نخاف على معتمني يذبحني. انا يا ما نديموندي والو من السلطات نديموندي انا الدار هادي ما نزيدش نعيش فيها اللي مات فيها وليدي ما نزيدش نعيش فيها. جريمة شنعاء استيقظ عليها سكان حي لافيمي باعالي البوزريعه ليلة امس. واحد العشر دقائق قبل المغرب انا وليدي جا عندي الجاره قالت لي بلي سلفي لي شويه ملح. دخلت ولادي عطيت له هكا خرجت لقيت ذاك الصغير يتخبط في الارض. كي يتخبط في الارض قلت له شمس الدين وش بيك؟ قال لي يا طاطا جري جري عمو عثمان راه خنق ريان. انا قد ما خرجت لبلاصي خماري ونعاود نولي كان خرج السيد جاري قال لي سيبو قال لي سيبو كمل عليه. قال هاطيني الموز يا وش يقول لها رجلها باسكو تخافوا. قالك واش يقول لها دير؟ ما حاولتش بكل بروده خلات الحاله حتى صرات حتى كملت الحاله هذيك خرجت برا كانت جارتي قدام الباب. قالت لها واش بيك يا جميله واش بيكي؟ قالت لها رجلي وذبح الولد وذبح الولد. في هذه الغرفه الصغيره اجهز الجاني على ضحيته البريئه في عمر مثل الورده تاركا اياها تتخبط في دمائها مخلفا حاله من الذعر والهلع لدى سكان الحي. غادر ريان ولا يزال صدى صوته يرن في أذن والدته ولا يزال عبق رائحته الطاهرة ينبع من قطع ملابسه.